ما سبب غلاء الاسعار في رمضان من الحلال؟ سبب الخناق الدائم من قوات من العصابات الاسديه، من نظام حصار ومي، مقطوعه المي، لا في مي لا في كهرباء لا في شيء. بشكل عام غلاء الاسعار مو بس برمضان، قبل رمضان بس على رمضان زادت شوي بسبب القصف والطرقات الغير امنه وغلاء الدولار. وبرجع كمان لجيش على التجار اللي وقت عم ترخص السلع عم يحتكروها شوي عندهم بالمستودعات وقت ما تغلى وبيستحكموا العالم باسعارهم. كله بالنار، هو شغل الاجبان والبان وغيره وغيراته كلياتهم. في خلق ما معه تاكل، ما معه تعيش، ما معه تساوي شيء طاول. في خلق عم تشحد لتاكل في حلب من جهه كل شيء. السبب هو المواصلات والتجار، هاي السنه مغلين زياده عن كل سنه. يعني بين انا ما اروح اجيب اغراض من المنطقه اللي بجيب منها اغراض لهون، المواصلات غاليه، تجار يعني مغلين زياده عن اللزوم. تجارنا كلهم وسخين والله يا اخوي. انا بقول من التجار قبل رمضان يعني كان الكيلو بسوى 125 120 ليره، اليوم 140 160 ليره كيلو الموز. والدرويش منين دي ياكل؟